بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. معكم دكتور أمجد أحمد عزت عثمان. النهاردة هنتكلم على موضوع ظريف ومهم. هنتكلم عن الفيبريو كوليرا وعن الكامبيلوباكتر وعلى الهيليكوباكتر، ثلاث موضوعات مرتبطين كتير بالجي آي تي، من الموضوعات المهمة جدا بالنسبة لنا. الفيبريو دي واحدة من الأورجانيزمات اللي هي بنقول عليها كيرفد باسيلاي، كيرفد جرام نيجاتيف باسيلاي. هي دي الفيبريو، واللي بعديها واللي بعديها الكامبيلوباكتر والهيليكوباكتر. التلاتة مش بيكونوا ستريت باسيلاي، لا بيكون شكلها فيها كيرف، إما بشكل السي أو بشكل حرف الإس زي ما احنا هنشوفها بعد كده إن شاء الله في الكامبيلو والهيليكوباكترز. أول واحدة فيهم اللي هي الفيبريو دي بيكون شكلها كوما شيبت، شكلها شكل حرف الكوما، او بالعربي زي شكل حرف الواو. وانا دايما بفكركم بيها، بقول دي احنا بنقول عليها اسمها فيبريو. لو هتكتبوا كلمة فيبريو بالعربي اخر حرف فيها اللي هو حرف الواو، اللي هو شكل الكوما، اللي هو شكل الباسيلاي. فيبريو الواو الاخيرة دي شبه حرف الكوما، شبه حرف، شبه شكل الباسيلاي اللي هي الفيبريو. بعض الانواع منها دي بتكون سابروفيتس في التربة وفي المية، وبعض الانواع منها بتعمل امراض في الانسان او في الحيوان. اهم واحد من الميكروبات دي كلها، من المجموعه دي كلها، مجموعه الفيبريو، اللي هو الفيبريو كوليرا. الفيبريو كوليرا ده هو يعني واحد من الامراض اللي عملت وبائيات كثيره جدا في العالم. الفيبريو كوليرا ده بيتكون من مجموعه كبيره خالص من السيرو جروبس، اللي هي صنفوها كتير، بيوصفوها بالسيرو جروب. ده اللي يقصد بها الانتيجين بتاعها، اللي هو او انتيجين، اللي هو او انتيجين. الفيبريو كوليرا واحنا هنا هو بنتكلم على تقسيمها، بتتقسم الى سيرو جروبس. كلمه سيرو جايه من كلمه سيرم، جروبس يعني مجموعات، معناها ان الاجسام المضاده اللي بتطلع ضد الجسم البكتيريا نفسه، واحنا عارفين اللي هو الاو، اللي هو سوماتيك او انتيجين، ده اللي بيطلع عليها الاجسام المضاده. فلقيوا ان الاجسام المضاده اللي طلعت ضد جسم البكتيريا نفسه اللي هو سوماتيك او انتيجين، لقيوا فيه 139 نوع، بدايه من رقم 1 الى 139. دول كل دول بيعملوا النوعين، او اللي هو اول واحد واخر واحد، ده اللي بيعمل الكلاسيك ابيديميك كوليرا، الشكل الكلاسيكي التقليدي بتاع الكوليرا اللي احنا هنعرفه بعد شويه. فيما عدا ذلك اللي هو النوع الاولاني والنوع الثاني، بعيد عن الاثنين دول مع بعضهم، احنا بنقول عليهم اسمهم نان او 1 او نان او 139. ده بيعمل حالات متفرقه من مرض شبيه بمرض الكوليرا، ما هوش الكوليرا التقليدية اللي احنا هنعرفها برضو بعد شوية. بعض انواع الفيبريو كوليرا بتبقى مخترقة للانتستينال وول، وبعضها بيعمل سيبتيك انفكشنز في مختلف الاماكن في جسم الانسان. طيب بالنسبة للميكروب نفسه اللي هو الفيبريو كوليرا، شكله ازاي ولا مواصفاته ايه؟ اللي هو المورفولوجي اللي هنتكلم عليه، ده عبارة عن جرام نيجاتيف كيرفيد او كوما شيبد رود، زي ما انا قلت لحضراتكم اسمه فيبريو. فحتى لو احنا هنكتبها بالعربي اخرها واو، والواو دي شبه الكوما اللي هي بشكل السي شيبد او الكوما شيبد، شكل حرف الواو. دي موتايل متحركه، ودي من اشهر الحاجات اللي هي بتميزها وبتساعدنا في التشخيص. الموتيلتي بتاعتها بيكون طبعا فيها سنجل تيرمينال فلاجيلم، واحد بس من الفلاجيلا موجودة على نهاية البكتيريا دي نفسها، وبتعمل حاجة اسمها دارتنج موتيليتي، الحركة السهمية، على الرغم انها كيفيد لكن بتتحرك، بتنطلق زيها زي انطلاقة السهم بالظبط، اللي بيقول عليها اسمها دارتنج موتيليتي. واحدة من الخصائص التشخيصية لميكروب الفيبريو كوليرا. خصائص الزرع بتاعتها اللي هي تتزرع فيها ليها بعض المواصفات الخاصة بيها وبعض الميديات اللي هي خاصة بيها بتطلع عليها. البكتيريا دي هايلي ايروبيك، يعني بتفكرنا دايما بالمايكوبكتيريوم تيوبركولوزيس، بتحب الهواء بشدة، وبتطلع على حتى الميديات البسيطة العادية خالص،
بتفضل درجة قلوية عالية خالص، اللي هي الألكلاين بي اتش من 8 ل 9، دي درجة قلوية عالية خالص، وبتفضل انها تطلع فيها. عشان كده بتنزل في الانتستين وبتطلع في الانتستين، والتستين الكلينتي بتاعتها بتكون عالية شوية. اول ميديا احنا بنزرعها عليها دي اللي هي الألكلاين بيبتون ميديا، والألكلاين بيبتون دي هاي ألكلينيك. فيها ميزة ان دي علشان فلويد ميديا، فبتساعد ان البكتيريا تطلع، يعني بتسبح فيها وبتسبح بالدارتنج وموتيليتي، بتتجه ناحية الهواء اللي هو سطح الفلويد اللي هي عايشة عليه، وبتبتدي تعمل بيليكل من فوق، بتبتدي تعمل بيليكل من فوق. خلال 8 ساعات تكون اتجهت كلها الى سطح الميديا دي، وبالحركة بتاعتها بتوجه الى اكتر مكان فيه هواء اللي هو على سطح الميديا، وتبتدي تعمل لي البلكل. البلكل دي عبارة عن تجمع من البكتيريا الى سطح الفلويد اللي هو موجودة فيه. في ميديا تاني اللي هي الثيوسلفيت سيتريت بايل سكروز، اللي هي بنختصرها تي سي بي اس، الطبق لونه اخضر، انا برضو متعمد ان انا اعملها باللون الاخضر عشان تفتكروها. دي واحد من الاطباق اللي هو سبيسيفيك وسيلكتيف علشان تطلع عليها الفيبريو كوليرا، لان البي اتش بتاعته بتكون الكلاين، بتطلع فيها، هي بيبقى لون الطبق لونه اخضر، والكولونز اللي بتطلع عليه بتديني اللون الاصفر، تديني اللون الاصفر. بوزيتيف للسترينج تيست، واحنا هنشوف ليه صوره بعد شويه اللي هو بتاع السترينج تيست. دي بعض البايوكيميكال اكشنز والصور اللي احنا اتكلمنا عليها. اول واحده فيها اللي هي الفيبريو على طبق اللي هو تي سي بي اس، ادي الفيبريو مدياني كولونز لونها اصفر بالشكل اللي هو اللي انتم شايفينه على فوق على اليمين. البايوكيميكال رياكشنز الثانيه، ودي بيهمنا واحد من اهم البايوكيميكال رياكشنز اللي هو الكوليرا ريد رياكشن. الصور اللي من تحت ده بوزيتيف سترينج تيست، اللي هو الخيط اللي طالع ما بين الكولوني وما بين الطرف اللوب اللي احنا بننزله في الكولوني ونرفعه، فبيعمل خيط او خط بالشكل ده. هو ده بنقول عليه اسمها بوزيتيف سترينج تيست. ده شكلها تحت الميكروسكوب، ده سنجل فلاجيلا، اللي هي فلاجيلا واحده من طرف واحد، وهي شكلها بيكون سي شيبد او كوما شيبد. ده شكل البكتيريا. الصورة اللي من تحت على الشمال دي على الكلاين بيبتون ووتر، والبلكل واضح جدا من فوق اللي هي لونها ابيض دي، بسبب ان البكتيريا بتتجه الى السطح علشان عايزة هواء اكتر، لان هي بتحب الهواء بنسبة كبيرة خالص، والبي اتش بتاعتها الكلاين اللي هي الكلاين بيبتون، فبيساعدها انها تعمل بلكل في خلال 8 ساعات من نموها. هنا هو هنشوف الدارتنج وموتيليتي، لان دي واحدة من الحاجات المهمة جدا في التشخيص بتاع البكتيريا. ادي منظرها تحت الميكروسكوب، ودي بتتعمل في الويت فيلم، مش بنثبتها ولا بنصبغها. ادي الحركة بتاعتها عاملة زي ما تكون بترشق زي السهم منتهى السرعة، ودي واحدة من الحاجات المميزة ليها. دي الموتيليتي بتاعت الفيديو، كنا احنا دايما بنقول عليها اسمها دارتنج موتيليتي، دارتنج موتيليتي. ودي بتكون دايجنوستيك في بعض الأحيان. هنا هو بيحاول طبعا بالميكروسكوب ان هو ده، هو زي ما قلت لحضراتكم ده هو اسمه ويت فيلم، يعني انا مش مثبتها، ده في ميه مثلا، في عينه ميه وفيها البكتيريا صاحيه وبتتحرك زي ما انتم شايفينها بهذا الشكل، مش مثبته ولا مصبوغه على الميكروسكوب، وكانه اشبه بالدارك فيلد مايكروسكوب. احنا بنقلل الاضاءه وبنقفل الديافراجم وبننزل الكوندنسر، بتدينا المنظر اللي احنا شايفينه بالشكل ده. هو هنتكلم هنا في الشريحة دي على البيوكيميكال اكتيفيتيز او البيوكيميكال اكشنز اللي هي بتعملها. هي بتعمل فيرمنتيشن لبعض من الشوجرز اللي هو الجلوكوز والمالتوز والنانايت والسكروز، وبتطلع في الحالة دي اسيد فقط بدون جازز، اندول بوزيتيف واوكسيديز بوزيتيف، وبتعمل ريدكشن للنيتريت. على تريبل شوجر ايرن بتديني يلو سلانت ويلو بط، يعني من فوق اصفر ومن تحت برضه لون اصفر، مع عدم وجود جاز، يعني هنلاقي لون الـ 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 الاصفر فوق والاصفر تحت، ومش هنلاقي الميديا مرتفع، هنلاقيها في مكانها زي ما هي، مفيش اي جاز متكونه من تحت، هوريها لكم بعد شويه في الصوره. هنا احنا بنقارن كسيرولوجيكال كاركتر، اقصد بكلمه سيرولوجيكال كاركتر ايه؟
كلمة سيرولوجي يعني الأجسام المضادة اللي طلعت ضد الفيبريو كوليرا بأنواعها المختلفة، سواء فيبريو كوليرا أو فيبريو ألتور أو فيبريو كوليرا اللي هو نوع O139. النوع الأولاني دايما بيقارن مع فيبريو ألتور والشبيه جدا بالفيبريو ألتور اللي هو مين؟ اللي هو O139، هما اتنين شبيهين ببعضهم. الجدول ده عشان التفرقة بتاعتها عشان تفرق دول كلهم مع بعضهم، احنا بنتكلم عليه ان هو اللي هو السوماتيك او انتيجين، في حين ان كل الفلاجيلا بتاعت الفيبريو كوليرا متشابهه مع بعضيها تماما. الكلام ده هو عكس السالمونيلا، السالمونيلا بنلاقي ان السوماتيك او انتيجين واحد عكس الفيبريو كوليرا، وهناك الفلاجيلا في السالمونيلا مختلفه، ونقدر نشخص من خلال اختلاف انواع الفلاجيلا في السالمونيلا، لكن هنا في الفيبريو كوليرا كل الفلاجيلا بتاعتها نفس النوع، ما بيتفرجوش عن بعضهم، الاثنين عكس بعضهم تماما، السالمونيلا والفيبريو كوليرا. طيب بالنسبه للسوماتيك او انتيجين هنا موجود اللي هو او 1، سوماتيك او 1 ده منه النوعين اللي هو فيبريو كوليرا وفيبريو التور، هما اتنين مش كبسوليتد، سواء الكلاسيك فيبريو كوليرا اللي احنا دايما بنسمع الوباءات اللي بتطلع منها، الكلاسيك فيبريو كوليرا دي مش كابسوليتد ولا فيبريو التور كابسوليتد. السيروتايبس هما اتنين زي بعضيهم اللي هي انابا واوجاوا وهيكوجيما، دول تلات على اسماء تلات جزر يابانيه. البايوكيميكال رياكشنز الفوكس سكور بوزيتيف، بتعمل تحلل للار بي سيز، ما بتعملش اجلوتينيشن، سنسيتيف للبوليميكسين بي اللي هو نوع من انواع المضادات الحيويه للجرام نيجاتيف. لما بنضيف عليها الفيج رقم 4 بتاع الفيبريو كورا ما بيحصلهاش ان هو لايسز، ما بيعملهاش تحلل، لكن البكتيريوفيج اللي هو رقم 4 ده هو لو حطيناه على فيبريو التور بيبتدي يعمل لها تحلل. الاو 139 اللي على اليمين خالص ده هو شبيه بيهم تمام، بس مشكلته ان هو كابسوليتد كابسوليتد. طيب ايه المشكله منه؟ ايه المشكله اللي هي بتحصل بسبب فيبريو الفيبريو كوليرا؟ الفيرينس فاكتور اللي هو الانتيروتوكسين اللي هي بتطلعه، السموم اللي هي بتطلع والسموم المعويه اللي هتبتدي تعمل اسهال شديد جدا، يصل إلى درجة 20 لتر في اليوم، بيتصفى تماما الإنسان. انتيروتوكسين عموما أو التوكسينز عموما عندنا في الميكروبيولوجي بينقسموا إلى تو سب يونتس، سب يونت A وسب يونت B. البي هو اللي بيمسك في بوابات الخلايا وبيبتدي يفتحها وبيسمح بدخول السب يونت A إلى داخل الخلايا، وابتدي يتحل معاها، بيبتدي يدخل الخلايا وابتدي يعمل عصر ليها بالكامل ويطلع كمية فلويدز كتيرة جدا، وده اللي بيديني الدايرية فيها. عايز افكركم بس كده عشان بس ما تنسوهاش، البي سب يونت ماسكة في البوابات، بي فور بوابات بتاعة الخلية، والاي سب يونت الاي اللي هو اول حرف اللي هو ده اللي هو لازم ان هو يدخل الى داخل الخلية، خلاص. فهو بيتكون من تو سب يونتس بمنتهى البساطة كده، بمنتهى البساطة البي سب يونت هو اللي بتفتح بوابات الخلايا، والاي سب يونت هو ده اللي بيدخل في داخل الخلية ويبتدي يعصرها تماما ويبتدي يطلع منها كميات فلويدز كتيرة جدا. طيب دي صورة لبعض البايوكيميكال رياكشن اللي هي بتاعت تريبل شوجر ايرن، تي اس اي اختصار كلمة تريبل شوجر ايرن. هي الصورة تحت ده يعني تفسير للتيست كله بالكامل، لكن مش موجودة من ضمن الصورة، يعني أقرب حاجة ليها صورة رقم 2 بس، دي يالو سلانت ويالو بط، يعني أصفر من فوق وأصفر من تحت، بس عشان هي مرتفعة من 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 جعر الأنبوبة من تحت خالص، فدي مكونة جاز، سبب رفعها ده بسبب إن الجاز اتكون فرافع الميديا كلها بالكامل. لكن اللي بيحصل في حالة الفيبريو كوليرا هنا قريب للإشريشيا كولاي، لكن بالنسبة للفيبريو كوليرا بتديني شكل تاني مختلف اللي هو زي الأنبوبة دي اللي هي اللي طالع منها السهم اللي لونه بنفسجي ده، وأنا مكبرها هنا هو على اليمين، مدياني اللي هو يالو سلانت ويالو بط، يعني أصفر من فوق وأصفر من تحت، ومش مرتفع عن جعر الأنبوبة، يعني مفيش جاز اتكون
في الأنبوبة من تحت. ده اللي هو الخصائص اللي هي بتبتدي تدهاني التريبل شوجر ايون. طبعا دي شوية صور كاريكاتيرية بس عن كمية الفلويدز اللي هي بتتصفى من جسم الإنسان، 20 لتر في اليوم. وبالتالي بيخش المريض في دي هايدريشن شديد جدا والاسيدوزز، وبتنتهي بيه بالوفاة بأسرع ما يمكن. ودي مشكلة الانتيروتوكس اللي هي بتعملها الانتيروكولاي. طيب هنا هنتعرف على المرض نفسه اللي هو مرض الكوليرا او وباء الكوليرا، اللي هو لانه كان عمل وباء زمان زي ما هو دلوقتي الوباء بتاع الكوفيد 19. ده انديميك في انديا سب كونتيننت اللي هي القارة الهندية، وورلد وايد ايبيديميك، يعني بيحصل منه وبائيات خاصة في الفترة الأخيرة لما بتحصل حروب زي ما حصل في العراق وزي ما حصل في اليمن، وبتضرب البنية التحتية بتاعت البلاد دي. بيبتدي ينشر، يختلط فيها مية الصرف مع مية الشرب، ويبتدي ينتشر الإبيديميكس في هذه الأماكن. ده واحد من الأكيوت انفكشوس ديزيزز، السيفير فوميتنج ووتر دايريا، وحتى طبعا من كتر ان هو ووتر دايريا ينزل كميات شبيهه جدا، كميات كتيره خالص من الميه، وفيها ستول مش متكون، بيبقى حبيبات صغيره خالص. فعزكم الله بيبقى بيشبهوها زي ما يكون شويه رز في ميه، كميه ميه كتيره، وفي بيسموها رايس ووتر ستولز. بيعمل دي هايدريشن واسيدوزز وكولابس. الانكيبيشن بيريد بتاعته من يوم لاربع ايام. بينتقل عن طريق الفيكال كونتامينيشن للووتر او الفود زي ما قلت لحضراتكم. هو يعني لما بتيجي في الحروب والبلاد دي بينضرب فيها البنيه التحتيه، اختلط فيها ميه الشرب مع ميه الصرف، ويحصل فيكال كونتامينيشن للميه او للاكل، او حد مثلا فود هاندلر ما بيغسلش ايديه كويس وعمل كونتامينيشن للفود مثلا اللي بيبيعه، فبينتقل فيها المايكرو اورجانيزم بتاع الفيبريو كوليرا. العدوى بتاعته هي ريستريكتد على الانتستين نفسها، ما بيحصلش بلاد انفيجن، ودي يمكن من نعم ربنا فيها. الاورجانيزم بيبقى حساس خالص للجاستريك اسيديتي، لان احنا زي ما عرفنا في الاول ان بيعشق الميديال الكلاين، هو البي اتش حتى بتاعته اللي بيحبها من 8 ل 9، فبيتجاوز المنطقة اللي هي بتاعت الستومك لان دي الاسيد بتاعتها، ودي من الحاجات اللي هو ما بيحبهاش وممكن بيموت ويتأثر بيها. لكن لما بيعدي منطقة الجاستريك اسيديتي وينزل بقية الانتستين، تبقى بالنسبة له الامور في سلام بالنسبة له، ويبتدي يكبر ويتكاثر الاورجانيزم كتير خالص. بيمسك في المايكروفيلاي وبيبتدي ملتبلاي، يبتدي يتكاثر، وبعد كده يطلع الكوليرا انتيرو توكسنز اللي هي بتبتدي تعمل ديزيز بتاع الكوليرا. طيب قصه تشخيصه دي من احد الحاجات اللي هي مهمه جدا، بتنزل كتير في الامتحانات. ودي بتنقسم الى قسمين، يا اما في منطقه ما هياش انديماك، يعني بعيد مثلا عن القاره الهنديه، منطقه سليمه تماما، وبتبتدي تظهر اول حاله في منطقه لم يسمع عنها تماما موضوع اي عدوى بكوليرا. وده لازم ان احنا نتعرف عليها كويس جدا، لان في التقرير اللي هيطلع من الدكتور بتاع المعمل ان انا عندي فيبريو كولر دي مصيبه سودة، فلازم يتاكد منها كويس جدا، لازم يعمل لها كل الاختبارات ويتاكد منها كويس خالص قبل ما يطلع تقريره ان انا عندي حاله كوليرا حصلت في منطقه مضيفه تماما، ولم يسمع عنها اي عدوى بالكوليرا. فلازم يزرعها على الالكالين بيبتون ووتر البي اتش بتاعتها 8 من 8 ل 9 او من 8 ونص. بنعملها في سب كلتشر، بعد كده البلك اللي هي بتتكون من فوقها بعد 6 ل 8 ساعات لما بتتكون البلك على السطح. البلك دي معناها كل الاورجانيزمز طلعت على السيرفيس وعايزه تتنفس، لانها بتعشق الايروبيك كونديشن. فبتطلع بناخد البلك دي ونزرعها على تي سي بي اس، والتي سي بي اس برضه ده هو الكلاين. الكولز اللي هي بتطلع بنبتدي نتعرف عليها بكل البايوكيميكال رياكشنز اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه، الاوكسيديز والاندول والشوجر فيرمنتيشنز وهكذا، وبنتعرف كمان عليها البايوكيميكال اكتيفيتيز كامله، والنيتريت وسترينج كل البايوكيميكال رياكشن، وتريبل شوجر ايرن نيكليشن.
او بعد كده بعد ما بنخلص كل التراديشنال بايوكيميكال رياكشنز دي بنبتدي نعمل لها السيرولوجي بتاعها وبنشوفها انهي نوع منهم O1 ولا O139 ولا التور ولا كده، نبتدي نشوفها ونبتدي نتعرف عليها حتى اني ما تقدر تطلع تقريرك في الحالة دي تقول والله انا عندي حالة كوليرا، تكون بعد ما تأكدت منها بكل الاختبارات اللي احنا اتكلمنا عليها دي في الاول. طيب ده اذا كانت في منطقة نظيفة تماما ما فيهاش اي وباء من الكوليرا، ودي اول حالة تكتشف فيها. طيب النوع الثاني من انواع التشخيص ان احنا بنتكلم على secondary case during an epidemic او في منطقة endemic، مجرد ان احنا بس بنشوف على wet film كوما شيبد باسيلاي سواء كانت مثبتة ومصبوغة بالجرام وطلعت جرام نيجاتيف وكوما شيبد، أو في خلال ويت فيلم وأنا حطيتها وشفتها زي ما احنا شفنا في الفيديو اللي فات الكاركترستيك موتيليتي بتاعتها، ونبتدي كمان نأكد الكلام ده هو أكتر بإن احنا نحط عليها أجسام مضادة ضد الأو أنتيجين، وده بيثبتها تمام. يعني هي بتتحرك زي ما احنا شفنا الحركة الشديدة والسريعة بتاعتها دي، بمجرد ما نحط لها سبيسيفيك أنتي بوديز سبيسيفيك انتي او كولرا سيرا اجسام مضاده بتمسكها بتنزل عليها بتثبتها تماما. فده طبعا بالنسبه لي دايجنوستيك في هذه الحاله وسريعه، ومش محتاج ان انا اخد كل الاحتياطات والاجراءات والاختبارات اللي انا عملتها في الوضع الاولاني. يعني في اما فيرست كيس نون انديميك او سكندري كيس ديورنج ان ايبيديميك. التريتمنت بالنسبه لنا في الحاله دي نمره واحد واثنين وثلاثة وعشرة، ده عيان بيموت قدامي بسبب فقده لكمية كبيرة جدا من الفلويدز اللي في جسمه والالكترولايتس معاها، وبالتالي انا لازم اصلح له كمية الفلويدز اللي هي فقدها، ولازم ارجع له البالانس بتاعه من الالكترولايتس ومن الفلويدز، لازم اديله انترا فينس فلويد. نمرة اتنين هبتدي اديله المضادات الحيوية اللي هتقضي له على المايكرو اورجانيزم نفسه، وده على رأسه من التترا سايكلين، هو ده اللي انا بستخدمه في العلاج عشان اكتب بيه الميكروب. لكن هو نمره واحد انا لازم اصلح له، اعمل له كوركشن للفلويد اللي هو نزل منه والالكترولايتس اللي هو الامبالانس اللي حصل، وابتدي ارجع البالانس بتاعها من تاني. وقاية من القصة دي طبعا ليها اجراءات كتيرة جدا، موضوع غسل الايدي، موضوع الجود سانيتيشن ان انا يعني بقى يبقى في صرف صحي مظبوط وسليم وما بيختلطش مية الصرف مع مية الشرب وهكذا، الفود هاندلرز ان اتاكد ان هم يعني ايديهم نظيفة وفي التعامل بتاعهم مفيش اي كونتامينيشن للاكل بتاعهم، بروبر سيوج ديسبوزل ان احنا نتخلص تخلص آمن من الصرف الصحي بتاعنا، وبناخد معاها كيمو بروفايلاكسيس، واقصد كلمة كيمو بروفايلاكسيس هو شخص مش مريض، زي مثلا شخص هيسافر الهند، معروف ان الهند دي واحدة من القارات الموبوءة بالفيبريو كوليرا، ومضطر ان انا اسافر مثلا علشان عندي شغل كده، فانا احتياطي باخد مضاد حيوي علشان يقيني ان من العدوى بالغرفة، هاخد ليها التتروسايكلين كوقايه بالنسبه لي، لكن انا مش مريض بالفيبريو كوليرا. احنا بنستخدم نوعين من انواع الفاكسينات من ضمن الكيمو بروفايلاكسيس غير المضادات الحيويه. طبعا في زي ما قلت لحضراتكم الكيمو بروفايلاكسيس بينقسم لاحتياطات واجراءات انا بعملها او بمضادات حيويه انا بستخدمها للوقايه، او الاجراء الثالث ان انا بستخدم الفاكسينيشنز التطعيمات، ودي يمكن شويه محدوده لان بتديني 50% بروتكشن ما هيش 100%، ولفتره محدوده، لان طبعا احنا عارفين برضو زي ما احنا ذكرنا قبل كده ان العدوى بتاعه الفيبريو كولرا بتكون ريستريكتد على الانتستينال وول، ما بيحصلش بلاد انفيجن، حصلش بلاد انفيجن، فبالتالي الميونوجلوبينز اللي هتتكون دي لوكالايزد على الانتستين، ان هي بالذات الميونوجلوبين ايه اللي هي موجوده في الميوكوزا. لكن لو هنفترض مثلا انها تخترق البلاد هيطلع لنا اي جي ام او اي جي جي، ودي هتبقى بقى مستمره ومع مع الميموري سيلز وهكده هتبتدي تعيش معانا فترات طويله، لكن دي ايه مستمره لفتره بسيطه عن طريق اللي هو الاي جي اي مده 6 شهور. اول نوع من انواع الفاكسينات ده اللي هو الانترا ماسكولار انجكشن في الحقنه في العضل، ده اكستراكت من الكيلد بكتيريا، بيتاخد على جرعتين، والجرعتين دول بيتاخدوا في العضل انترا ماسكولار دوزز،
فرق بين كل واحدة والتانية أسبوع، فرق بين كل واحدة والتانية أسبوع. يعني أبقى أعمل حسابي قبل مثلا المسافر، يبقى أنا هاخد جرعتين، التانية هتكون قبل المسافر، يعني هاخد الجرعتين قبل ما أبتدي أتحرك وأسافر. النوع التاني من أنواع التطعيمات اللي هو اللايف اتنيويتد اورال فاكسين، وطبعا ده هو يعني أفضل بكتير من الانترا ماسكولار انجكشن، لأني زي ما حصلت العدوى عن طريق الأكل أو الشرب الملوث اللي هو مش سليم، بنفس الروت أنا بستخدم الفاكسين بحيث إن هو يديني اميونيتي لوكالايزد على الميوكوزا بتاعة الانتستين، ودي بتحميني من الكولرانتيروتوكسينز اللي هي ودي محضرة عن طريق الريكومباينانت دي ان اي تكنيكس فاكسينز. الاورال فاكسينز بتتحد مع البيوريفايد بي سب يونت وتبتدي تقتل الهول سيل، وده سيف وبروتكتيف. عشان كده دايما نعرف ان افضل التطعيمات اللي هو بيماثل طريقة العدوى اللي هي حصلت. يعني انا خدت العدوى مثلا عن طريق الجهاز التنفسي، في افضل انواع التطعيمات اللي بتحصل في القصه دي اللي هو عن طريق الجهاز التنفسي نفسه. العدوى حصلت عندي بسبب اللي هو الجي اي تي مثلا، بسبب اكل او شرب ملوث، يبقى افضل تطعيم بالنسبه لي ان انا اخده عن طريق برضو الجي اي تي الاورال اللي هو زي الاورال فاكسين اللي حصل. دي صورة اللي هو الكوليرا فاكسين، ده اللي هو الانجكشن اللي هو اللي من فوق، والتاني اللي هو الاورال فاكسينز اللي هو ده هو لايف اتنويتد اورال فاكسين اللي هو الصورة اللي تحت. طيب الجزء التاني بتاع المحاضرة بتاعتنا هنتكلم على اتنين اورجانيزمين شبه بعضيهم وقريبين جدا في الصفات من بعضيهم، ويعني انا عايز اقول الاتنين تقريبا ولاد عم من بعضيهم، اللي هو الكامبيلوباكتر والهيليكوباكتر. كامبيلوباكتر والهيليكوباكتر، طبعا انتوا بتسمعوا كلمة الهيليكوباكتر، هيليكوباكتر هيليكوبتر، الكلمتين قريبين من بعضيهم، علشان حاطط صورة كاركترية كده بشبه فيها الهيليكوبتر بالهيليكوباكتر، ومتشابهين مع بعضهم في حاجات كتيرة خالص. هو الهيليكوباكتر ده بيطلع منها مالتيبل فلاجيلا زي المروحة بتاعة الطيارة، الهليكوبتر دي بتكون مثلا 4 ريش ولا 6 ريش على حسب مثلا، فهي زي بالظبط الفلاجيلا اللي هي بتطلع من وان اند من طرف واحد من البكتيريا. عشان كده اللي هي زي اللي احنا اتكلمنا عليها زمان لو انت فاكرين في الجنرال، اللي هي كنا بنقول عليها اسمها لوفو تريكس، لوفو تريكس، سواء من طرف واحد او من طرفين هما بنطلق عليهم على الحالتين دول، بنطلق عليها اسمها لوفو تريكس. ده بالنسبة للكامبيلوباكتر والهيليكوباكتر. هناخد في مقارنات هنا مع بعضينا الكامبيلوباكتر والهيليكوباكتر حتى من خلال الشكل، هما تقريبا الباسيلاي، جسم الباسيلاي نفسها تقريبا شبه بعضيهم. هي الصورة اللي من تحت على الشمال دي جرام نيجاتيف، بيكون شكلها اس شيبد. احنا طبعا محاضرتنا كلها بالكامل احنا بنتكلم على الكيرف الباسيلاي، والكيرفنج ده يا اما يكون في شكل سي او في شكل حرف الاس، هنا بيكون في شكل حرف الاس تقريبا. الكامبيلوباكتر بيكون فيها سنجل فلاجيلا، سنجل فلاجيلا، لكن الهيليكوباكتر بيكون فيها مالتيبل فلاجيلي، مالتيبل فلاجيلي، وموجوده في طرف واحد بس من اطراف البكتيريا. خلاص ده في التفرقه، لكن هما اتنين تقريبا بيكون شكلهم اس شيب. هنا الشكل بيكون سمول جرام نيجاتيف، دي كلهم اتنين زي بعضيهم تقريبا في جسم البكتيريا نفسها، بشكل كوما او شكل اس، او احيانا بيطلق عليها اسمها جال وينكس او سي جال وينكس، اللي هي منظر طائر النورس اللي هو بيبقى موجود على البحر، بنيجي نرسم مثلا منظر لوحه كده هو، ونرسم منظر الطائر النورس، بنعملها زي ما يكون دبليو مقلوبه، او بيقول عليها اسمها جال وينجز اللي هو الاجنحه بتاع الطائر النورس اللي بيبقى موجود على البحر، يا اما في شكل اس، يا اما في شكل اجنحه النورس، او احيانا بيكون شكل كوما. الفلاجيلا ودي بتميز الاثنين من بعضهم، الكامبيلوباكتر عن الهيليكوباكتر، الكامبيلوباكتر بتكون سنجل، لكن الهيليكوباكتر مالتيبل، افتكروها بمروحه الطياره الهليكوبتر، بيكون مالتيبل فلاجيلي في وان اند. طيب الموتيليتي بتاعتها هما الاثنين في حركتهم زي بعضيهم،
بيكون دارتنج موتيليتي برضه شبيهة بمين الدارتنج موتيليتي دي اللي احنا خدناها الفيبريو كولرا اللي كان قبل كده، ومعاها بيكون كورك سكرو لايك موفمنت شبه حركة المسمار الجلوز، وكان شبه لان هي بشكل حرف الاس. كان مين من الميكروبات اللي كان بالنسبة لنا بيتحرك بنفس الحركة دي اللي سكرو لايك موفمنت؟ كان السبايروكيتس. السبايروكيتس لو انتوا تتذكروا كانت حركتها شكلها شبه حركة المسمار الجلوز. طيب هي ليها مواصفات للزرع مخصصة؟ اه ليها مواصفات. ده الاورجانيزم تقريبا الوحيد اللي احنا هنعدي عليه في المايكرو كله بيتزرع مايكرو ايروفيلك، واقصد مايكرو ايروفيلك يعني اقرب منها تكون انيروبيك، ولكن بتاخد نسبة بسيطة جدا من الاكسجين، عشان كده هو بيتزرع برضه في الانيروبيك جاز باك جار، وليها اكياس مخصوصة باكس مخصوصة بتطلع نسبة ضئيلة جدا من الاكسجين، نسبة ضئيلة جدا من الأكسجين، عشان من كده بتطلع عليه ما هياش ميديا أنيروبيك أو ستريكت أنيروبيك، لا بتطلع نسبة بسيطة جدا من الأكسجين، لكن في نفس الجار زي ما احنا هنشوفها بعد شوية. طبعا درجة الحرارة المفضلة بالنسبة لها هي عند 42 درجة مئوية، ده درجة الحرارة المناسبة لطلوعها. الميديا اللي هي بتتزرع عليها ودي ميديا اسمها سكيروز ميديا، الاتنين بيطلع عليها، دي عبارة عن بلاد أجار ومضاف إليه بعض المضادات الحيوية هنشوفها في الصورة اللي بعد كده. دي اخترعها واحد اسمه سكيرز، عشان كده أول حرف منه اس كابيتال، فجاب البلاد أجار وحط عليه ثلاث أنواع من أنواع المضادات الحيوية عشان يمنع الجروث بتاع أي مايكرو أورجانيزم تاني ما عدا الكامبيلوباكتر أو الهيليكوباكتر. طيب البايوكيميكال رياكشنز، الكامبيلوباكتر دي يوريز نيجاتيف، لكن عكسها تماما الهيليكوباكتر. الهيليكوباكتر هايلي يوريز بوزيتيف، هايلي يوريز بوزيتيف. الاوكسيديز والكاتاليز والهيبيوريك اسيد او الهيبيوريت بوزيتيف، بالنسبه للهيليكوباكتر الاوكسيديز والكاتاليز دول بوزيتيف. طبعا اليوريز تيست ده كان من اشهر التيستات اللي هم بنستخدمها في الكشف عن الاورجانيزمين. طيب الكامبيلوباكتر والهيليكوباكتر استمرار المقارنه بينهم وبين بعضهم، اللي بيطلع انتيروتوكسين وسيتوتوكسين، لكن بالنسبه للهيليكوباكتر بتعمل فاكيوليتنج سيتوتوكسين، والسيتوتوكسين اسوشيتد بروتين، سيتوتوكسين اسوشيتد بروتين، دول اللي هم الفيرولنس فاكتورز بتاعتهم، من خلالها هنبتدي نعرف الامراض. طالما عرفنا مواطن الاذى منها الفيرولنس فاكتورز هنبتدي نعرف الامراض. طيب ايه الامراض اللي هي بتعملها الكامبيلوباكتر؟ بتعمل اسهال ذو رائحه مش كويسه، ووتر فول سميلنج دايريا، ده اللي هو الكامبيلوباكتر، ووتر فول سميلنج دايريا. بتعمل بلادي ستون من شده الدايريا اللي هي بتحصل، فبتعمل بلادي ستون وفيفر وسيفير ابدومينال بين، ده الامراض اللي هي في اثناء وجود الاورجانيزم نفسه، في اثناء وجود الاورجانيزم نفسه. طيب بالنسبه للهيليكوباكتر بتعمل كرونيك جاسترايتس وبتعمل قرحة المعدة، ودي أشهر حاجة اللي احنا دايما بنسمع عليها اللي هي البيبتيك أسر أو ديودن الأسر، قرحة المعدة أو قرحة الاثنى عشر. ده الكلام ده اللي بيحصل للأمراض دي، بتحصل في أثناء وجود الأورجانيزم في الأول. أحيانا بيختفي الأورجانيزم ويحصل أوتو إميون ديزيز بسبب اللي كان موجود فيها الأورجانيزم نتيجة الموجود، زي الروماتيك فيفر برضو واحد من الاوتو اميون ديزيز. الاوتو اميون ديزيز اللي هي بتحصل من الكامبيلوباكتر بعد ما تختفي بعدها بفترة بتعمل لي حالة مرضية اسمها جيليان بري سندروم. جيليان بري سندروم دي واحدة من الشيز دي جنريشن، النيرون شيز دي جنريشن، وبتعمل لي فلاسيد باراليسيس، لدرجة ان هم بيتلخبطوا فيها كتير بينها وبين الحالات البوليومايلايت، شلل الاطفال، عشان كده دايما في وزاره الصحه في حملات تطعيم شلل الاطفال اي حاله شلل رخو لازم يبلغوا بيها، وبعد كده بيبتدي يفرجوا هل يا ترى دي بسبب الكامبيلوباكتر ولا بسبب الفيروس اللي هو البوليومايلايت اللي هو شلل الاطفال. فده اللي هو الجيليان بريد، واحد من اوتو اميون ديزيزز اللي هي بتحصل، هوريكم صوره ليها بعد شويه. المرض التاني اللي بيطلع اللي هو رياكتيف ارثرايتس، رياكتيف ارثرايتس التهاب في المفاصل نشط بيبتدي يتحرك من مفصل للتاني. اخر حاله فيهم اللي هي رايتر سندروم، هنشوف لها صوره بعد شويه.
الهيليكوباكتر واحد من الاورجانيزمز اللي هو من اخطر ما يكون، لان هو من الاورجانيزمات اللي بتعمل جاستريك كارسينوما. جاستريك كارسينوما والعياذ بالله سرطانات في المعده. بيعمل برضو من اشكال السرطانات اللي هو الليمفوما ميكوز الاسوشيتد ليمفويد تيشو او ام اي ال تي ليمفوما. وبتعمل ايرون ديفيشنسي بسبب بسبب اللي هو البليدنج اللي هو بيحصل بسبب البيبتيك اثر، وبيحصل كميه كبيره خالص من البليدنج، فبيعمل ايرون ديفيشنسي انيميا. ودي طبعا بتعتبر كانها في مصنفه من ال WHO ان هي جروب 1 كارسينوجين، جروب 1 كارسينوجين، ودي يمكن من اخطر ما فيها. تاني هعيد لحضراتكم موضوع الديزيزز. الديزيزز في امراض بتحصل بسبب ال بسبب الـ بسبب الاورجانيزم نفسه في اثناء تواجده، زي ما انتم شايفين حضراتكم من هو. بالنسبة لكامبيلو باكتر بيعمل اسهال برائحة مش كويسة، ووتر فول سميلينج دايريا، وبيعمل بلاد ستول وفيفر، وبيعمل سيفير ابدومينال بين. لكن بالنسبة للهيليكوباكتر الامراض اللي بتعملها في تواجد الاورجانيزم نفسه الكرونيك جاسترايتس والبيبتيك وديودينال ألسر، ودي يمكن من اشهر الحاجات اللي احنا دايما بنسمعها، دايما يقولوا ميكروب المعدة. ميكروب المعدة سواء بيعمل بيبتيك ألسر او ديودينال ألسر، قرحة المعدة او قرحة الاثنى عشر. بعد الانفكشن ما بتحصل بيطلع اوتو اميون ديزيز. بالنسبه للكامبيلوباكتر بيطلع بيعمل الجيليان بري سندروم او رياكتيف ارثرايتس او الرايتر سندروم. الهيليكوباكتر لا، ده مصيبته اصعب بكتير خالص، عن طريق بيعمل الجاستريك كارسنوما او ميكوزا شيت لفويت تيشو لينفوما، والايرن ديفيشنسي انيميا، ودي مصنفه من دبليو اتش او ان هو جروب 1 كارسينوجين. طيب التريتمنت بقى في القصه دي ايه؟ بالنسبه للكامبيلو باكتر الريثرومايسين والسيبروفلوكساسين، الريثرومايسين مع السيبروفلوكساسين. لكن بالنسبه للهيليكوباكتر بايلوري احنا بنستخدم له ثلاث انواع من انواع الادويه. اول واحد فيهم اللي هو الكلاريثرومايسين، وطبعا كان يعني بيجيب نتائج ممتازه جدا لغايه من الفتره الاخيره بدا يحصل له مقاومه من الكلاريثرومايسين، وبلغتنا يعني بعض الشكاوى من زمايلنا بتوع التروبيكال بان في مقاومه اصبحت من الهيليكوباكتر للمضاد الحيوي اللي هو الكلاريثرومايسين. الجزء الثاني من العلاج اللي هو الاموكسيلين او المترونيدازول، وعلى الرغم الدوين دول يعني كل واحد منهم بيشتغل بطريقه مختلفه، يعني المترونيدازول احنا عارفين ده هو انتي اميبيك، لكن بيستخدم في الحاله دي كعلاج للانيروبيك انفكشن. ده اللي هو البند الثاني من التريتمنت. البند الثالث طبعا بسبب الاسيدة الشديده اللي هي بتحصل، فبنستخدمه بنستخدم له حاجه بتنزلنا او بتعمل لورنج للبروتون بامب انهيبيتورز زي الاوميبرازول او شبيهاته، اللي هي بتحاول ان هي تقلل الحموضه الشديده بتاعه المعده، لان ده بيعمل لي ايروجن للميوكوزا بتاعه الانتستين، وبالتالي يعمل لي بليدنج شديد. فهو التريتمنت لازم يستمر عليه لفتره. وثلاث انواع من انواع الادويه، حاجات بتقلل الحموضه الشديده اللي هي البروتون بامب انهبيتور او الاموكسيلين والمترونيدازول، والنوع الثالث من انواع التريتمنت اللي هو الكلاريثرومايسين. طيب دي صورة للجيليان بري سندروم، صورة للجيليان بري سندروم، ودي بيبين فيها ده النورمال شيز الهيلث نيرف اللي هو اللي بيحصل هنا، هو ده الهيلث شيز بالنسبة لنا احنا بالشكل ده هو. لكن هو في حالة الجيليان بري بيحصل دامج للمايلين شيز اللي هو لايننج للنيرفز، وبالتالي بيبتدي يعمل لي فلاسيد باراليسيس زي ما احنا شايفين هنا اهو، ده منظر عضله وحصل فيها شلل رخو اللي بيقول عليها اسمها فلاسيد باراليسيس، بيحصل معاها شورتنس اوف بريس وديفيكالتي في السوالوينج، بيبقى صعوبه في البلع، ونتيجه طبعا فلاسيد باراليسيس بيحصل ليمب ويكنس، بيحصل ضعف في الطرف او العضلات اللي هي موجوده في الطرف كله، كان بيحصل في قصه الشلل الرخو ده هو بالكامل. الرايتر سندروم اللي انا لسه كنت بكلمكم عنها، ودي عباره عن مجموعه من الاعراض اللي هي بتتكون
بتعمل ارثرايتس موجوده سواء في كتف الركب او في الانكلز، بتعمل يوريثرايتس التهاب في مجرى قناه مجرى البول، او بتبتدي تعمل كونجنكتيفايتس. تجمع الاعراض كلها مع بعضهم اللي هي بيطلق عليها اسمها رايترز سندروم. طيب اليوريستيس يمكن ده احد الاختبارات المهمه جدا بالنسبه لنا، لان ده هو اساس شغل التشخيص بتاعنا كله، بيعتمد على طلوع انزيم اليوريز من البكتيريا نفسها، واحنا بنحاول ان احنا ديتكت الاورجانيزم عن طريق التست ده. طبعا اللي على الشمال ده اللي هو اليوريز نيجاتيف، ده اللي هو اليوريز نيجاتيف تيست، وده طبعا لما بيطلع انزيم اليوريز وبيبتدي يتحد معاه هنا وبيبتدي يديني اللون الفوشيا اللي انتم شايفينه بالمصدر، ده اللي هو البوزيتيف يوريز تيست. ده الاورجانيزم لما بيتزرع فيها بيبتدي يديني، لو هو بيطلع فعلا انزيم اليوريز هيبتدي يحوله لي الى البوزيتيف. ده فكره التيست كله بالكامل. وبناء عليه احنا هنبتدي نحط التشخيصات بتاعتنا اللي احنا هنبتدي نتكلم عليها. معنا بتنقسم الى مجموعتين كبار، موضوع الدياجنوز بتاعها الى مجموعتين كبار من التشخيصات. اول واحده فيها اللي هي الطرق الغير اختراقيه اللي احنا بنقول عليها نون انفيزيف ميثودز للدياجنوزز، ودي بتشمل اللي هو اليوريا بريث تيست والدايركت ديتكشن للهيليكوباكتر بايلوري انتيجين، جسم البكتيريا نفسها زي ما احنا شايفين الصوره على الشمال. الحاجه الثالثه اللي هي البي سي ار. الحاجه الرابعه بقى احنا بنحدد الاجسام المضاده زي ما احنا شايفين الصوره هنا، احنا عن طريق السيرولوجي والاليزا احنا بندور على الاجسام المضاده اللي اتكونت ضد الهيليكوباكتر بايلوري. يبقى بمنتهى الاختصار احنا اليوريا بريث تيست بندور بالاليزا تيست على الانتيجين، او بندور بالاليزا تيست على الانتي بودي، او بنعمله في الاخر اللي هو البي سي ار. هنا بندور على الانتيجين عشان كده حطيت لكم جسم البكتيريا نفسها، هنا بندور على الاجسام المضاده اللي هي اللي حصلت، وهي دي اللي احنا بندور عليها عن طريق الاليزا. طيب ايه اللي بيحصل في اول واحد فيهم اللي هو اليوريا بريث تيست؟ ده بناخد كبسوله من الكربون 14 ليبل يوريا، وده بيبلعها المريض. لو الاورجانيزم موجود هيبتدي اليوريز تيست، اليوريز انزيم اللي هو بتطلع البكتيريا بتطلع لي ريديو ليبلد كربون دايوكسيد، ثاني اكسيد كربون مشع 13، وده اللي هو بنقدر ان احنا نحددها من النفس اللي بيطلع الاكسيد الزفير اللي هو بيطلع من المريض. بمجرد ان هو لو اليوريز انزيم اللي هو موجود بيبتدي كبسوله بيبتدي يبلعها، وهنشوف منظرها دلوقتي. بيبتدي يطلع مع لو اليوريز انزيم بيطلع بيبتدي يحددها ويطلعها الى بيطلع لي الكربون دايوكسيد، بالكربونه بتاعته بتكون مشعه واقدر ان انا احددها، ودي بتديني بوزيتيفيتي ان اليوريز تيست اللي احنا لسه شايفينه من شويه ان هو بوزيتيف. طيب الجزء الثاني اللي احنا بندور على جسم البكتيريا نفسها، وده في الغالب بيتم في عينه ستول، عينه براز، وده مهم في التشخيص وتعمل عليها ابحاث كثيره. العينات من الستول سواء اتخذت من المزر او اتخذت من الفيتس او من شخص بيشتكي من بيبتيك السر يعني حرجان او في معدته كده، هو اتخذ عينات ستول واتعملت له الديتكشن عن طريق الاليزا، بندور فيها على الانتيجين ونبتدي نشخص بها الحاله. مش تشخيصه بس كمان، لا ده كمان بنشوف هل العلاج جاب نتيجه ولا ما جابش. جاب نتيجه يعني معناها الاورجانيزم ما بينزلش في الاستول، مات وما بينزلش في الاستول، بالتالي هدور عليه هلاقيه نيجاتيف. البي سي ار طبعا ممكن اخد جاستريك جوس من عصاره المعده نفسها او من عينات البراز، وابتدي في العينه دي ابتدي ادور عن طريق البي سي ار على الدي ان ايه بتاع البكتيريا دي بتاعت الهيليكوباكتر بايلوري. اخر حاجه ان احنا بندور على الاجسام المضاده اللي اتكونت في دم المريض ده هو نتيجه الهيليكوباكتر بايلوري. انا بس عشان افكركم ان هو بيعمل ايروجن ويبتدي يوصل ويخش للدم، طالما وصل للدم يبتدي يطلع ضده اجسام مضاده، وده واحد طبعا من الحاجات اللي هي بتعمل بليدنج شديد خالص.
طبعا احنا نقدر نحددها عن طريق ايه؟ طبعا الاي جي ام معناها ريسنت انفكشن، اي جي جي معناها اولد انفكشن، انكريزنج تتر بتاع الاي جي جي يعني يعني بيتضاعف مثلا لثلاث اربع اضعاف، ده دايجنوستيك بالنسبه لنا ان هو عنده عدوى وعدوى قديمه حصلت للمريض ده. هو ده منظر اللي هو اليوريا بريث تيست. اليوريا بريث تيست ده بياخد الكبسولة زي ما انتم شايفين المنظر ده هو بالشكل ده، اليوريا بريث تيست. حاول اعمل ده اللي هو التيست، هو التيست الطرق التشخيص التانية اللي احنا بنتكلم عليها اللي هي تشخيص الهيليكوباكتر بايلوري بميثودز انفيزيف اختراقية. انا لازم اخد عينة جزء من التيشوز بتاعت الستومك نفسها علشان اقدر احدد فيه هل الاورجانيزم نفسه موجود ولا مش موجود. فنضطر ان احنا ناخد عينة من المعدة اللي هي الجاسترو بيوبسي، ودي بنحصل عن طريق الاندوسكوب، بنخشه زي مقص صغير كده، بناخد جزء من النسيج بتاع المعدة نفسها ويبتدي نطحنها، بنبلسنج في محلول ملح ونزرعها زي ما احنا عرفنا طرق الزرع بتاعتها لمدة 37، فهي مدة اتموسفير ولمدة 7 ايام. العينات اللي بتطلع ممكن بناخد منها ونصبغها بالجرام، والهيستولوجيكال سيكشنز شرايح عن طريق الهيستولوجي بنبتدي نشوفها مع صبغات تانية اللي احنا بنستخدمها ونحللها. طبعا برضو ممكن من العينات اللي بتتاخد دي يتعمل منها البي سي ار، ودي بتبقى كونفيرمنج في الحاله دي ودقيقه جدا. الرابيد يوريز تيست برضو ده انا يعني باخد برضو من عينه المعده اللي هي باخدها الجاستريك بيبس اللي انا بستعملها، بناخدها وبنحطها في ميديا تحتوي على يوريا وفيها كلر انديكيتور. لو الهيليكوباكتر بتاعي موجود في العينه دي هيبتدي اليوريز اللي هي بتطلع البكتيريا هيبتدي يفصل لليوريا ويعمل شيفت للبي اتش ويديني تغيير في اللون. فمجرد ما انا بشوف تغيير في اللون بعرف ان في يوريست في هيليكوباكتر وفي يوريستست بيبقى يوريز انزيم بيطلع وبيبتدي يعمل سبليتنج وتشينج في الكلر بتاع الاورجانيزم. طيب ده الرابيد يوريز تيست زي ما احنا شايفين ان هو، وده بيتحط عليها، ده هو اللي هو النيجاتيف بيكون لونه لون اصفر والبوزيتيف بيكون لونه اللون الفوشيا اللي انتم شايفينه بالشكل ده هو. ده النيجاتيف وده هو البوزيتيف، ده اللي هو الرابيد يوريز. طيب الميديا اللي احنا بنزرعها عليها اللي هي السكيروز ميديا دي اللي انا قلت لكم عليها، بيتحط عليها البانكومايسين والبوليميكسين والترايموسوبريم، دول الثلاث مضادات الحيويه اللي بيتحطوا على البلاد اجار بنسب معينه، وبالتالي بيطلع عليها الميديا دي اسمها السكيروز ميديا على اسم اللي هو العمل الميديا دي نفسها. بتقعد لمدة أسبوع تقريبا 3 أيام لغاية 6 أيام عند درجة حرارة 37، وبتتزرع زي ما قلت لحضراتكم اللي هو مايكرو ايروفيلك. مايكرو ايروفيلك ودي تقريبا الأورجانيزم الوحيد اللي احنا درسه ده. بيتزرع طبعا مايكرو ايروفيلك فين؟ أدي السكيروز ميديا اللي هي موجودة في داخل الأنيروبيك جاز باك جار، بس هنا مش هنقول عليه إن هو أنيروبيك، احنا هنقول عليه مايكرو ايروفيلك، لكن هو نفس الجار اللي احنا بنزرع فيه الأنيروبيك. ادي الميديا اللي هي السكيروز ميديا موجوده في داخل الجار ومزروع عليها العينات بتاعتنا، عينات ستول او عينات جاستريك بيوبسي او كده اهو، وبيتزرع مايكرو فيلك ونسيبها تقريبا مثلا مده من 3 ل 6 ايام او لمده اسبوع، بتطلع من خلالها في خلالها الكولونز في وسط الظروف دي كلها 37 درجه مئويه يعني في الحضانه، وبيبقى في الوسط اللي هو مايكرو ايروفيلك. مايكرو ايروفيلك ألف شكر لحضراتكم.